اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريا زكي جولته لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي التقى خلالها وزير التسامح والتعايش سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية خلال اللقاء على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية على جميع المستويات، كما أنها تمثل صمام أمان للمنطقة. وشارك الدكتور القس أندريا زكي في حفل تنصيب القس إيميل أنور راعيا للكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، كما تضمنت جولة رئيس الطاقة الإنجيلية زيارة الكنيسة الإنجيلية العربية في أبوظبي.